أسعد الله مساكم بكل خير في هذه الأمسية الرياضية من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سمو ولي عهد دبي لهذا العام، عام 2022 ضمن هذه الانطلاقات. هكذا وعلى بركة الله وحفظه ينطلق الشوط الثالث عشر المخصص للإبكار، المحليات الأصايل في أمسية الإذاعة لأبناء القبائل مع هذه الانطلاقة. هكذا ينطلق هذا الشوط، الكل حاضرا بهذه الانطلاقة من هذه الشعارات الآتية من كل حد من وصوف المشاركة مع هذا المهرجان الغالي. أذهب بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء إلى المركز الأول، إلى الصدارة ومقدمة الشوط من افتتحت الإذاعة. هذه تقدمت بهذا الأداء وهذا الحضور، ألا وهي الوارية عيسى بن سعيد الخيالي الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني. هذه هي المتقدمة مشكورة، حميد بن خليفة بن محمد بن خليفة الغفلي على المركز الثاني. المركز الثالث متابعتنا إلى وجود وانطلاقة هذا الاسم، رعود أحمد بن سالم بن حوتة العامري، ورابع الأسماء هنا تقدمت. احتفال قادم عزيز بن بخيت بن فطيس المنصوري على هنا قادمة بهذا الأداء، احتفال عزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس أتابع التقدم بانطلاقة روعة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي ياتينا بهذا الاسم. أما المركز السادس فهناك المتقدمة هنا بهذا الأداء الرائع في هذه اللحظات القادمة مع هذا الأداء. هناك الوصول من وجود مهمة، راشد بن حمد بن علي العويسي يقدم مهمة على المركز السادس، بينما في المركز السابع هناك الوصول. هذه الأسماء، هذه هي فدوة، مهير بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا فدوة على المركز الثامن في هذه اللحظات. أما المركز التاسع فهناك الوصول بانطلاقة وحضور هذا الاسم من وجود حضور عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. والمركز العاشر تقدمت في هذه اللحظات نوايا سلطان بن علي بن خصم الاكتبي يقدم نوايا. هذه هي الاسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للعشر الاوائل مع هذا الشوط للمحليات، شوط هجن الدار، شوط محلي الدار مع هذه الأسماء القوية، أسماء مميزة يا ما وصلت وقالت في هذه الانطلاقات في هذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة إلى شعارك يا الخيالي عيسى بن سعيد الخيالي الذي يطلق لنا هذا الاسم على المركز الأول، ألا وهي الوارية، الوارية، الوارية على الصدارة على مقدمة الشوط. ولكن التسلل بدأ بانطلاقة احتفال عزيز بن بخيت بن فطيس المنصوري. هذه هي أحد الأسماء الخطيرة نظرا لهذا الأداء الذي تقدمه هنا على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقة الرائعة. المركز الثالث هناك أرى شعار الشبل يصل هنا في هذه اللحظات، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، والتقدم بدأ من رعود أحمد بن سالم بن حوتة العامري ياتينا باسم رعود. هناك بن دري المنصوري يتدخل بقوة بهذه اللحظات مع فدوة، هذه هي فدوة، وصلت فدوة مهير بن علي بن دري المنصوري. شوط ملتهب من البداية بأسماء بشعارات القوية بهذه الأسماء، حيث هنا أعلنت حضورها
في هذه الأمسية المميزة، أمسية رائعة، أمسية جميلة. هنا تضم هذه الأسماء وهذا التنافس المثير، ولكن هناك الأسماء الأخرى القادمة، القادمة الطيارة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، كذلك شعار الدرعية يتدخل بقوة مع هذا الأداء الجميل. مع انطلاقة هذا الشوط اكتفاء محمد بن حمد بن سالومي الدرعي يقدم لنا اكتفاء في هذه اللحظات الجميلة، ايضا حضور عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. يا لها من لحظة، هذا هو التنافس المثير نشاهده ونتابعه هنا بهذا الانطلاق كما نشاهد هذه اللحظات. ولكن اين الصدارة؟ اين المركز الاول؟ الى اين الانطلاق؟ هذه فدوة، هذه هي فدوة غيرت إلى المركز الأول بشعار بن دري المنصوري، مهير بن علي بن دري المنصوري المركز الثاني، القادم اكتفاء هنا بشعار محمد بن حمد بن سالومي الدرعي يقدم اكتفاء المركز الثالث هناك بهذا الأداء. على الجانب الآخر على الزاوية الأخرى احترام الزفنة بالدحبة بن سعيد العفاري هنا بهذا الانطلاق المتميز. الرابع، شوف هذا السيل، شوف هذا السيل الجارف، وهنا عدسات دبي ريسنج تتابع لنا هذا الأداء الرائع وتنقل لنا الصورة أولا بأول هنا للمشاركات القوية الآتية من المناطق الخلفية. إلى أين هذا الشوط الملتهب؟ إلى أين هذا الشوط؟ السوال، السوال لدي والإجابة لديكم بالانطلاق المتميز. هنا بدينا بالتحديات الأخيرة، هذه هي فدوة، هذه هي فدوة، موقعها في الصدارة، موقعها في المركز الأول. مهير بن علي بن دري المنصوري اكتفى ثانيا، محمد بن حمد بن سالومي الاقتصادي يصل، الاقتصادي يصل بانطلاقة ووجود مسرة. هنا سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري الذي غير إلى الصدارة مع هذا الاسم، مع مسرة، مسرة 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 بو خليفة يدفع بها إلى الصدارة. هنا سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، الله يا هذا الأداء الرائع. المركز الثاني القادمة هنا على المركز الثاني النهضة، النهضة تصل، سعيد بن مظفر بن محمد العامري هنا بهذا الانطلاق. المركز الثالث وسام محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري ياتينا على المركز الثالث. الرابع هناك الشبل سالم بن احمد بن دري الفلاحي، ولكن مسره 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 تسر الخاطر يا ابو خليفه بهذا الاداء الجميل مع الصداره. هذه هي مسره، هذه هي مسره على المركز الاول مع شعارك يا ابو خليفه الحاسم يحسمها بهذا الاداء، بهذه الانطلاقه المتميزه. سلام 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 يا ابو خليفه، سلام الاقتصادي، سلام تهانينا والناموس الى سعاده فري بن علي بن حمود الظاهري، ومشكور يا حمد بن حمدون الوهيبي على هذا الاداء. المركز الثاني يذهب الى النهضه، سعيد بن مظفر العامري. الثالث هناك بانطلاقه وسام محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الرابع، رابعا يذهب بانطلاقة وحضور روعه سالم بن احمد بن دري الفلاحي. اما المركز الخامس هناك الوصول من منحاف حمود بن عبد الله بن سالم اليحافي، عوده بالتهنئه لسعاده فري بن علي بن حمود الظاهري على فوز مسره بالمركز الاول. توقيت الزمن 8:57، جزءا واحدا يتيما من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز، بينما في المركز الثاني النهضه لسعيد بن مظفر بن محمد. او هناك التغيير في هذه اللحظات، هنا نشاهد عبر الإعادة وسام. نعم تهانينا لمحمد بن غانم بن حمود الظاهري، والتهنية لحمد بن غانم بن حمود الظاهري حيث سجل 8:58 جزء واحد من الثانية
بينما في المركز الثالث النهضة سعيد بن مظفر بن محمد العامري حيث قطعت المسافة 8:58 بنفس التوقيت جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.